عقدت جمعية أصدقاء مرضى السكري التابعة لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة يوما رياضيا توعويا تثقيفيا تحت عنوان الدائرة الزرقاء أولمبياد العائلة، وذلك في صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بحضور ندى النقبي مدير عام المؤسسة وإيمان سيف مدير إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وخول الحاج رئيس جمعية أصدقاء السكري. ويهدف اليوم الرياضي لتعريف الجمهور بكيفية الوقاية من مرض السكري والتعايش معه بالنسبة للمصابين في خطوة جديدة تواصل بها الجمعية خطواتها الحثيثة في نشر نمط حياة صحي يساعد على التخفيف من احتمال الإصابة بهذا المرض، خاصة وأن المصابين بهذا الداء في الدولة يزيد عددهم عن المليون مصاب، فيما يبلغ عدد المرضى القابلين للإصابة به المليون أيضاً.